ان ده بيتقال على السوشيال ميديا النهارده انا مش فاهمه. السؤال بس انت عايز تقنعني ان عبد الله السعيد في 2021 هتلاعبه ارتكاز ثالث قدام اي فريق في افريقيا حتى ايفن لو يعني السودان؟ عبد الله اخره 60 دقيقه اسهل اسهل. لا استنى بس اقل اقل مفيش مباراه سهله اقل مباراه فنيا قدام المنتخب السوداني. انت هتلاعب عبد الله السعيد في واجبات دفاعيه وتقول له خد المسافه دي رايح جاي كل شويه وهو هيتفوق على مجدي قفشه لياقيا دلوقتي؟ ده غريب. ما انا ده ينفع؟ ده مش منطقي. انا بقول لك اهو انا كمجدي قفشه احساسي من جواه بعمل يعني انا كمجدي افكر ازاي في الموضوع يعني اقعد كده مع نفسي. طبعا انا متاكد لان انا الحقيقه عارف ان محمد مجدي قفشه واحد من اللاعبين اللي نفسيتهم حلوه جدا. خلي بالك شخصيه طيبه يعني لو شخص طيب قوي يعني هيطلع يقول لك ايه يا جماعه ان شاء الله. وده طبعا ده الطبيعي ان احنا كلنا كمصريين. ولكن انا غيرتي ان انا عايز العب, عايز ابقى موجود مع منتخب مصر, عايز اكسب الماتشات, عايز احاول ان انا اكسب الماتشات. انا بشوف ان مجدي قفشه انا بقول لك اهو من دلوقتي معرفش انا حاسس بكده هيكون له دور في صعود مصر الى كاس العالم ان شاء الله. ربنا هي يعني الظلم وحش يا كابتن. لان طبعا الظلم وحش, الظلم في الكوره, وكمان الظلم في الكوره بيبقى مبني على خيارات. زي مثلا ببساطه عشان اكمل على الاسلوب اللي احنا كان بيتكلم فيه وانا عاجبني الطريقه, مهند لاشين لما اجي اختاره النهارده على حساب طارق حامد هسأل هنا سؤال مهم قوي. مهند لاشين خبرته الافريقيه سواء في الانديه او المنتخبات كام في الميه؟ الاجابه صفر. مش حتى 1%, صفر صفر. طارق حامد بنتكلم على سنين كتيره. نفس مع مجدي قفشه, مجدي قفشه عامل وعنصر اساسي في فوز النادي الاهلي باتنين دوري ابطال افريقيا ورا بعض. برافو عليك. عنصر اساسي. فانت بتتكلم على استبعاد سيبه من الفنيات, بتتكلم على خبره كبيرة في ملاعب الأفريقية السيئة قدام الأندية اللي بتلعب بأسلوب لعب عشوائي وضرب وخناقات. أنت خسرت كل الخبرة دي لمجرد أن أنت عندك فكرة في دماغك أنا بصراحة يعني الله أعلم هي بس يعني محدش فاهمها بس هي قناعات يعني